Hallo alle zusammen. Hi everybody. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم يا شباب العرب، واهلا بكم في قناه الشرع الالماني مع محمود التمداني. حلقتنا النهارده ان شاء الله هتدور عن فكره سلسله حلقاتنا، وهي بيقولوها ازاي دايما. مبدئيا اديكم نبذه عن نفسي، انا محمود التمداني، مصري مقيم في اوروبا، اشتغلت مع الالمان حوالي 6 سنين، منهم في السياحه، منهم كول سنتر، منهم مدرسين اجانب كانوا عندنا في الكليه، ومنهم طبعا زمايلي الاجانب اللي كنت بتعامل معهم في القاهره عشان اتعلم منهم، وهم اول ناس بصراحه بدات معاهم مشروع اللي هي جونج سبراخ، اللي هي اللغه العاميه، بحيث ان انا كان عندي دايما الشغف ان انا افهم الكلام اللي بالمصري دوت هل ليه معنى بالالماني، هل في حاجه بتوازيه بالالماني ولا لا. لما كنت ببحث طبعا على اليوتيوب وانا لسه في سنه اولى، ما كنتش بلاقي حاجه تفيدني خالص على جونج سبراخ، عشان كده ابتديت ان انا كنت انظم معاه كورس يفهمني اكتر ايه هي اللغه العاميه، بيقولوا ازاي. طبعا استفدت، لكن ما كانتش بنسبه كبيره زي لما اشتغلت في السياحه. ففي السياحه اتعلمت كتير جدا، شفتهم بيتكلموا مع بعض، بيهزروا مع بعض، لما يحب يهزر معايا بيقول لي ازاي مثلا ايدك لا توحشك، حاجات زي كده هما بيقولوها ازاي هناك. وطبعا لما كنتش بفهم حاجه كنت بسال وبدون ده كله. فانا دلوقتي قاعد في اوروبا، طبعا كورونا، ومستني الاوراق بتاعتي تخلص، فقلت ان شاء الله نعمل سلسله الفيديوهات ديت. فهي يعني لحد ما انا شفت ازايها، فنقدر نقول ان هي فريده من نوعها على اليوتيوب، وان شاء الله كلكم تستفيدوا وانا استفيد معاكم طبعا. وان شاء الله هعمل كده فيديوهات لايت بحيث ان المشاهد ما يملش، واتمنى انها تعجبكم ان شاء الله، وانتظروني عشان انا مش قاعد. السلام عليكم.